الفرق بين اللائحة الاسترشادية ولائحة النادي. عضو الفرع: في اللائحة الاسترشادية قصرت اللائحة عضو الفرع على ممارسة حقوقه داخل الفرع فقط، ولم تعطي له الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. في لائحة النادي، طبقاً لحكم محكمة القضاء الإداري، لعضو الفرع حضور الجمعية العمومية سواء العادية أو الطارئة والتصويت فيها. النصاب القانوني للجمعية العمومية: أولاً، في اللائحة الاسترشادية في الجمعية العمومية العادية حددت اللائحة النصاب القانوني للحضور بحد أدنى 10500 عضو. لائحة النادي: أولاً، الجمعية العمومية العادية حددت اللائحة النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة. في حالة عدم اكتمال النصاب يحدد مجلس إدارة النادي يوم آخر لاجتماع الجمعية العمومية في خلال أسبوعين، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 5% من عدد الأعضاء أو 3000 عضو أيهما أقل. ثانياً، في اللائحة الاسترشادية الجمعية العمومية غير العادية حددت اللائحة النصاب القانوني للحضور بحد أدنى 12500 عضو. في لائحة النادي، الجمعية العمومية غير العادية حددت اللائحة النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء النادي في الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يحدد مجلس إدارة النادي يوم آخر لاجتماع الجمعية، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 20% من عدد أعضاء النادي أو بحضور 4000 عضو أيهما أقل. شروط الترشح: أولاً، لم تحدد اللائحة شروط الترشح لمنصب الرئيس، وإنما أجملت الشروط على كافة المرشحين. حددت اللائحة حد أدنى للمرشح على منصب الرئيس لا يقل عن 40 عام يوم إغلاق باب الترشح. ثانياً، لم تشترط اللائحة مؤهل عالي في الترشح على منصب الرئيس أو الأعضاء. اشترطت اللائحة أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عالي لجميع المرشحين، وأن تكون قد مضت على عضوية المرشح لمنصب الرئيس 5 سنوات يوم فتح باب الترشح. ثالثاً، أعطت الحق للأندية التي بها أعضاء أجانب أن يكون لهم حق الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي. اشترطت في المرشحين أن يكونوا مصري الجنسية وحاصلين على مؤهل عالي بموجب مستند رسمي من الجهة المختصة داخل الدولة. الشركات المساهمة والمستشفيات الطبية الرياضية والأكاديميات والمدارس والجامعات العلمية. في اللائحة الاسترشادية قيدت اللائحة الأندية في حالة إنشاء الشركات المساهمة أن تحصل على موافقة الجهة الإدارية المركزية وزير الشباب والرياضة. في لائحة النادي أطلقت يد النادي في إنشاء الشركات والمستشفيات الطبية الرياضية والأكاديميات والمدارس والجامعات العلمية، وجعلت إنشائها بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي، واشترطت الحصول على ترخيص الجهة الإدارية المختصة قبل بدء العمل بها. شركات التأمين: في اللائحة الاسترشادية لم تتضمن اللائحة حق الأندية في التعاقد مع شركات التأمين لإصدار وثائق تأمينية رياضية على اللاعبين والمدربين والأعضاء وكافة الأجهزة الرياضية والمنشآت الخاصة بالأندية. في لائحة النادي ذكرت اللائحة أن من حق النادي التعاقد مع شركات التأمين لإصدار وثائق تأمينية رياضية على اللاعبين والمدربين والأعضاء وكافة الأجهزة الرياضية والمنشآت الخاصة بالنادي. أداء الخدمة العسكرية: في اللائحة الاسترشادية أعطت اللائحة لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية ودفع الغرامة حق الترشح لمجلس إدارة الهيئات الرياضية. في لائحة النادي اشترطت اللائحة في المرشحين أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
مكان انعقاد الجمعية العمومية في اللائحة الاسترشادية. قصرت اللائحة على انعقاد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي فقط. في لائحة النادي انعقاد الجمعية العمومية في أحد مقرات النادي بالجزيرة أو مدينة نصر. تغيير اللائحة. في اللائحة الاسترشادية أعطت اللائحة الحق للجنة الأولمبية المصرية تعديل أحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية. لائحة النادي، شارك في صنع مستقبل ناديك.